الصغيرة دي؟ ايه القاعة المعفنة دي؟ مش لاقيين مكان حتى نقعد فيه. والله يا اختي قاعة معفنة، ده حتى السندوتشات قد كده اهو، وحتة الجاتوه قد كده اهو. ارقصي ارقصي عشان ما يقوليش ان احنا مش مبسوطين. بس بس ام العروسة جاية علينا. ازيك اختي، عاملة ايه؟ الف مبروك اختي. عقبال عيالك اختي. بصي بصي فستان العروسة عامل ازاي، ايه القرف ده؟ ولا وشها ايه ده؟ وشها مليان لميع، والتسريحة بتاعتها قديمة. ايه جدي، تعالي تعالي يا بنتي لما نضحك شوية على اصحاب العروسة. تعالي يا اختي، ايه اللي لابسينه ده؟ ايه العرة اللي هم لابسينه؟ معازيم عرة صحيح. اختي الميك اب بتاعها اوفر قوي. ايه ده؟ ده الميك اب بتاع العروسة هو اللي ملعلط القاعة كده مش النور. اقسم بالله يا اختي العريس احلى منها. ايوه ايوه المخده ما بتشيلش اتنين حلوين. تعالي يا بنت تعالي يا اختي. هي العروسه شاربه حاجه؟ عماله تتنطط شبه فرقه عروس كده ليه؟ اختي مش مكسوفه خالص، ده انا يوم فرحي كنت قاعده مكاني ما اتحركتش. والله يا اختي يا اختي بنات اخر زمن، هو احنا كنا بنات؟ بصي بصي خالت العروسه لابسه ايه، وبصي عمتها عامله ازاي. يا لهوي اختي، بصي ام العروسه لابسه ايه، دي باين ان هي اصغر منها. يا اختي تعالي تعالي لما نشوف. يا اختي ايه القاعه المعفنه دي اللي مش مقدمين فيها شربات ولا حاجه ساقعه؟ يا دي النيله، يلا بينا نروح يا اختي. لا يا بنت نروح ايه، خلينا ما احنا بنتسلى. اه والله يا اختي ده احلى من موجه كوميدي. انتي قوليها منك ليها، هو انتوا مش هتتكردوا؟ الله يخرب بيتك، انتوا ما سبتوش حد في الفرح اللي لما اتريقتوا عليه، وانتوا فيكوا عبر الدنيا. اختي وانتي مالك، انتي راميه ودانك معانا ولا ايه؟ ده ايه الاشكال المعفنه دي؟ والله ما حد عرى غيركم، مفيش فرح يخلى منكم، حرب وقتين لازم في كل فرح. لا بقى البت دي هتتضرب ويتمسح بيها بلاط القاعة. بس بس يا اختي ما ترديش عليها، يلا بينا. وانتي مش شايفة هي لابسة ايه ولا ايه؟ يلا بينا يلا. ماله لبسي يا حبيبتي؟ مش احسن من لبسكم الغريب ده اللي مش مفهوم؟ انا قلتلك ان البت دي هتتجاب من شعرها. مش هتتلم يعني؟ طب تعالي يا حيلتها. الله يخرب بيوتكم. الحقوني. يا لهوي ده الفرح باظ. طب يلا نمشي قبل ما حد يشوفنا.